ضحك عليا، اداني 3 كيلو خوخ كلهم بايظين، وانا عاوز فلوسي. ما شاء الله، انت هتشتري منه 3 كيلو خوخ؟ ما شاء الله. انا اشتريت 3 كيلو ولقيتهم كلهم بايظين، انا عاوز فلوسي يا حبيبي. ده تعبان خالص، قلت لك سنكوح ما صدقتنيش. طب دلوقتي انا عايز اسال حضرتك سؤال. الثلاثة كيلو اللي حضرتك اشتريتهم منه، يعني هل انت حضرتك قبل ما تمشي من عنده كنت شايفهم كويسين ولا كانوا بايظين؟ ما خدتش بالي، هو حط في الكيس وقال لي ده حلو خده، خدتهم وروحت لقيتهم كلهم بايظين. حرامي. طب معلش يا استاذ، انا حرامي؟ معلش استنى بس هقول له على حاجه. معلش يا استاذ سنكوح، سؤال تاني كده بسرعه، يعني حضرتك ليه ما نقتش الخوخ بنفسك؟ انا واثق فيه، انا مش بعرف انقي. مش بتعرف تنقي؟ طب وبينزلوك لوحدك السوق ليه لما انت ما بتعرفش تنقي؟ يعني ليه ما فيش حد كبير بينزل معاك؟ انا كبير. انت كبير. انت كبير. اتفضل يا استاذ. ماشي، ردك ايه على الاتهام ده؟ ما لا لا مؤاخذه، ما عنديش رد. انا الحاجه بتبقى قدام الزبون. الزبون بيخش بيسمي بعبي على طول. تبقى تحت نظره ويعينها. تحت ايه؟ نظره. بيعينها ويقلبها ويجيبها شمال ويجيبها يمين. وبعدين مش مشكلتي انه راح عبى كانتالوب بايظ، كان فاكره يعني خوخ، ما يعرفش الخوخ. بس معلش خليني ارجع معاك لنقطة مهمة جدا، الا وهي انت طبعا عارف قانون حماية المستهلك. طبعا. ان الزبون دايما ايه؟ على حق. طيب يبقى الراجل ده على حق. طبعا. مش معنى ان هو سنكوح ها ومش عارف يتكلم كلمتين على بعض ان احنا نضحك عليه ونديله خوخ بايظ، ولا ايه رأيك؟ وعندك حق طبعا. طيب قول كده لنفسك بقى، انت جاي تقول لنا هو الواحد ايه غير سمعه طيبه لا مؤاخذه مثلا؟ لكن انا لا مؤاخذه الجهل بالشيء برضو ممكن يورطنا كلنا. لا بص بقى، هتقول لي الكلمتين دول هقول لك يعني بصراحه كلامك كله غلط. مفيش حاجه اسمها الجهل بالشيء، انت مش راجل جاهل، انت راجل تاجر وبتاع سوق وفاهم كويس قوي يعني ايه بضاعه بايظه او مثلا فاكهه بايظه من فاكهه سليمه. مظبوط الكلام؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. يا اما انت تبقى عباره عن عمه وجلابيه ماشيه في الشارع مش بني ادم. مظبوط الكلام ولا مش مظبوط؟ مش مظبوط. مش مظبوط ليه؟ انا لا مؤاخذه هو شايفه عبى بنفسه لا مؤاخذه. هو بيقول لك انا بثق فيك. هو انا ما عبيتش يا متر، هو اللي عبى. لا معلش، انت حضرتك قلت ليه دلوقتي؟ هو اللي نقى وحط في لا معلش كيس. معلش نرجع بس، هو اللي عبى ولا اللي نقى؟ تفرق كتير. يعني العبى يعني حط في كيس، نقى يعني هو اللي نقاها لك فانت كنت شايفه. نقيت له وشاف. هو نقاها وعبيتها في الكيس. انت نقيتها وعبيتها في الكيس. ما تتعبنيش معاك يا متر. هو اللي تتعبنا معاه. يا استاذ انا مش قادر اخد نفسي من اللي انت قلته، ارجوك هو يحكم بيننا بقى. يعني انت بتتهم الراجل ده ان هو سرقك في الفاكهه اللي اداها لك؟ وانت بتتهم الراجل ده ان انت ما سرقتوش في الفاكهه اللي اديتها له؟ لا. طيب يعني احنا دلوقتي مش عارفين نوصل لحل مع بعض. لا تمام. بصوا بقى هدوء كده عشان خاطر نسمع الكلمتين دول. سيادة القاضي، حضرات المستشارين، ان القضية التي امامنا هنا نقف امام موكلي، الا وهو حضرتك اسمك ايه؟ سنكوح. الاستاذ سنكوح وكلني محشي وفراخ علشان اترافع حمدي عنه في القضية. ربنا يرجعه لنا بالسلامة. أنا بحلم بيوم يرجع فيه رافع تاني. هو أي نعم كان عامل لنا اضطراب في القناة، بس ده قدر علينا كلنا. أنت عارف لو يجي زائر في المحكمة؟ لا دي أحلام ورماد يا ابني. فعلا هو كان عامل لنا شوية رماد في القناة فعلا. ولكن هنا نقف وقفة اللي احنا واقفينها دي. احنا هنفضل واقفين الوقفة دي ولا نقعد؟ اتفضل. ايه رأيك في الوقفة دي؟ حلوة قوي. حلوه الوقفه دي. انا عجباني. ولكن انا شايف ان استاذ سنكوح على حق. ليه؟ لان في قانون الاحوال المدنيه الماده 530، مش فاكره هي كانت 530 باين ولا 540، مش على حسب المقاس. مقاس رجل حضرتك كام؟ 45. يبقى الماده 545 على مقاس رجل الاستاذ ده بتاع شبرا. بتاع شبرا. عارفه مظلط شبرا؟ هقول لك، على عارف الكوبري اللي بيطلع كوبري الساحل؟ عارف.
في واحد تحت كوبري الساحل ده بيبيع، عارف اللوليتا؟ عارف اللوليتا اللي هي بتبقى مجمدة اللي احنا بنقعد لا 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 وحشة، ما تشتريش منه. لا بالعكس، ده انا كنت اقول له اشتري منه، انت ليه بتقف؟ لا لا وحش، لا لا ما تطلعش سمعة على الناس. لا عشان كده انت بتقف واحد زي كده، عشان انت بتطلع سمعة على الناس انت بتقف واحد زي كده خلاص. فانا عايز اقول لك يا استاذ سنكوح، احنا دلوقتي هنوصل لاتفاق مع بعضينا. حضرتك جاي لك امتى خوخ تاني؟ الخوخ بعد بكره ان شاء الله. بعد بكره جاي لك خوخ ان شاء الله. طيب. علشان خاطر نحل المساله بشكل ودي وناخد وندي، حضرتك كل اللي عليك ان اول ما يجي لك الخوخ تعمل ايه؟ هديله 3 كيلو بدل اللي باظه، وما تحاسبوش عليهم. تمام، ما تحاسبوش عليهم. ويا ريت لو خوختين لاخوك تبقى عملت الصح، عشان اخوك واقع. اديك شايف الحصاله مش عايزه تفتح. هروح عليه جواه. انا تعبت، انا تعبت يا استاذ سنكوح. انت بتجيب 3 كيلو خوخ ازاي؟ اجيب لك ربع كيلو. يا عم تجيب لي ايه بطريقتك دي؟ عمرك ما هتجيب لي حاجه، ده انت هتمشي تقطع في السكه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طلع لي سلكت السنان بتاعته. بصراحه انا حيوان جدا، سلكت السنان يعني عمري ما اكلت فراخ، عمري ما اكلت لحمه، وحشوني قوي. مش هتجيب لي انت بتبص لي كده ليه؟ هو ماله؟ هو بيرمقني بنظراته، بيرمقني. بص ارمقه كده، ارمقه واحده. ما بحبش حد يرمق، مع انك انت تحس ان انت مرموق. شكلك مرموق من الرمقاني. مالك يا استاذ زعلان ليه يا استاذ سنكوح؟ شكله مش طيب. لا دي ايه؟ قلت له اديله. لا 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 اديله 3 كيلو. لا معلش انا ليه رد على الحته دي؟ لعلمك ده طيب جدا، بس هو اللي شكله كده. عشان تبقى فاهم يعني. هو طيب وشكله حرامي؟ لا هو طيب وحرامي في نفس الوقت، مش شكله يعني، ما تقولش شكله بس، هو طيب وحرامي لعلمك بس عشان تبقى فاهم. راسه بشكله كله مش مريح. ده انا ممكن نبدل الخوخ بلبشه قصب. لبشت؟ لبشت؟ لبشه قصب. خلاص هيدي لك بدل نراضيه. نراضيه بس يا ريت تنقله القصب اللي فيه الزعزيع. ما انا موجود ده بقصب. عشان نقعد نقول ايه سنكوح جه، سنكوح جه على الارض المزروعه، سنكوح جه سنكوح جه وفي ايده زعزوعه، سنكوح جه سنكوح جه على الارض المزروعه. امشي واسيب؟ ليه؟ لا ما تمشيش وتسيبني. لا خليك معانا يا سنكوح. هو مش كويس. لا هو كويس بس هو اللي شكله كده. اسمع مني. استأذن انا. لا 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 رايح فين؟ إيه؟ يا راجل يعني ما ضربناكش ضربتين مثلا، ما شربناكش كوباية طفح شاي ولا اي حاجة. تسلم تسلم. ربنا يخليك. تسلم يا رب. تسلم يا سنكوح. خلاص اتفقنا. اتفقنا. حضرتك بعد ما تمشي جي لك طلبية الخوخ تديها له على طول. تحت امرك. خلاص. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. 3 جنيه.